تحياتي لكل مشاهدي برنامج الطبيب، واهلا وسهلا بيكم في فقره مميزه جدا جدا مع يعني دكاتره متخصصين عندهم خبره كافيه من مراكز كوينز. مراكز كوينز احنا عارفين الاسم ده ابتدى يظهر يعني في الفتره الاخيره بالنجاح، بالتميز، بنحت الجسم، بالاسعار اللي الناس كلها بتتقبلها، بالتقنيات الحديثه اللي جواه، حاجات كتيره قوي بقينا نسمعها عن مراكز كوينز والدكاتره المميزه جوه المركز ده. بس في اسئله بقى جات لنا كتير جدا من كتر ما بقى في قابليه عن المشاهده، في ناس بترسل لنا رسائل كتير قوي تبقى عايز تسال على عمليات معينه، عايز تسال عن اسعار، هل في اجهزه معينه جديده ظهرت، بتبقى عايز تعرف كل ما هو جديد قبل ما تقبل على الخطوه دي. النهارده بقى احنا نرد عليكم. كمان في اسئله جات لنا كتير عن ايه الفرق ما بين الفيزر والجيت بلازما، حاجات كتير قوي النهارده هنعرفها. بس خليني اول ارحب بضيف فقرتنا اللي انا طبعا مبسوطه ان هو موجود معانا، دكتور محمد مدني، استشاري طب جراحه التجميل بمركز كوينز وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا. فندم نور نورك. قول لي بقى يا دكتور، ايه النجاح الكبير اللي يعني اللي احنا بقينا نسمع عنه الايام دي اكتر؟ مراكز كوينز ايه اللي مميزها؟ حتى لو انا عارفه ان هي فيها مميزات كتير، اكيد جوه حضرتك جوه الموضوع فاهم اكتر مني. بص، هو الموضوع ليه كذا عامل، احنا هنتكلم عليهم بسرعه علشان يعني نوصل اللي احنا عايزينه للمشاهد وفي نفس الوقت ما نطولش عليه. اول حاجه يعني العمود الفقري في الموضوع ده كله هو الاحترافيه في الاداء. اوكي. يعني احنا دلوقتي من اول الكول سنتر لحد الموظفين في الريسبشن لحد الكوردينيتورز لحد هنخش لانهي دكتور، احنا عندنا فريق طبي على اعلى مستوى من الاحترافيه في جميع التخصصات بالنسبه للوزن والنحت وتنسيق القوام. يعني مثلا عايزين نعمل شفط دهون، ما عندنا سمنه موضوعيه، عايزين نعمل نحت الجسم، عايزين نعمل شد للترهلات، في جراح تجميل، طيب عندنا مثلا الوزن زايد شويه، عندنا سمنه مركزيه، ممكن نعمل بالون، ممكن نعمل جراحات اللي هي السمنه المفرطه زي جراحات تكميم وجراحات تحويل المسار. فطبعا كل الموضوع ده بيتم ادارته بطريقه محترفه، علشان كده بنلاقي ان نسبه الامان بتبقى مهتمين بيها جدا. التقنيات اللي موجوده بنستخدم احدث التقنيات اللي موجوده، علشان كده بتلاقي ان النتائج بتبقى افضل واحسن مقارنه بالنتائج الاخرى. طيب لو انا هتكلم عن التقنيات الحديثه، احنا بنبقى عارفين ان دايما الناس، كمان احنا عارفين بيجي لكم يعني مرضى من دول عربيه مش بس من مصر، فبيبقوا عاملين بقى سيرش ويعني بيبقوا عارفين اكتر من الدكتور ذات نفسه. انا حاسه ان بيبقى كده، بيبقوا بيسالوا في كل حاجه. فهل التقنيات اللي موجودة داخل مركز كوينز بتواكب الموضوع ده؟ يعني فعلا في كل التقنيات الحديثة؟ أكيد طبعا، وحضرتك عندك حق. طبعا أنا كنت في إحدى دول الخليج قبل كده، فطبعا عارف كويس هم بيعملوا سيرش وبيبحثوا قبل ما بيجوا بطريقة يعني شديدة جدا، يعني بيبقى عارف تقريبا كل المعلومات، بس طبعا بينقص المعلومات الاحترافية والمعلومات ممكن ما تبقاش طبية قوي. فطبعا صح. الموضوع ده احنا اللي بنصححه له، واحنا اللي بنحاول نفهمه الطريقه الصحيحه او المظبوطه بالنسبه للموضوع. نيجي للجزء الثاني من السؤال، وهو ان الاجهزه الجديده والتقنيات اللي موجوده. طبعا هو اولا في بالنسبه للتكنيك بتاع شفط دهون، في شفط دهون، في نحت الجسم، في نحت الجسم رباعي الابعاد اللي هو الفور دي لايبوسكالبشر. اوكي. في عندي التقنيات زي الاجهزه اللي بنستخدمها معانا اهو. طيب ما ايه رايك حضرتك نتعرف عن الاجهزه دي؟ يعني اللي مش عارف ده مثلا صوره لجهاز الفيزر، والفيزر حتى كمان الفيزر نفسه ليه اصدارات، في فيزر 1، في فيزر 2، في اصدارات بعد كمان كده. يعني تمام. مش بجري على أيوه. اسم فيزر وخلاص دلوقتي مثلا، يعني الفكره ان كل الاجهزه اللي موجوده بتختلف، بيبقى ليها اصدارات، وفي نفس الوقت كل جهاز بيبقى ليه الفايده اللي احنا عايزين نوصل لها. حلو قوي. يعني الناس فاهمه ان مثلا انا عايز اجي اعمل عمليه بالفيزر، طب يا فندم حضرتك عارف الفيزر بيعمل ايه؟ في ناس تقول لك مثلا الفيزر بيشد الجلد. هو الفيزر بيشد الجلد بيساعد على ان ما يبقاش فيه ترهلات بعد عمليات الشفط. يعني هو مش جلد مترهل، يعني عندي فولد وجلد مترهل ما بعد ولاده او بعد عمل الواحد خس بسرعه او عمليات سمنه مفرطه مثلا، وعندي ترهلات في الجلد كبيره، ويجي مثلا يقول لا انا عايز اعملها بالفيزر. في حاجات مهمه زي كده لازم الحالات تعرفها، لازم اللي بيشاهد يعرف الفرق بين الحاجات اللي زي كده. اوكي. يعني جهاز الفيزر، اجهزه الليزر، في عندنا برضو جهاز الجي بلازما، في حاجه اسمها الووتر جيت اسيستد لايبوسكشن، ده بيقلل بيزود بيسرع الريكفري بتاع الحاله ويخليها تخرج بسرعة.
بسرعه من المستشفى والنتيجه تبقى افضل واحسن. فالموضوع كبير قوي، وبعدين كل حاجه بتفيدني، يعني كل جهاز يقدر يفيدني في حاجه معينه. هل انا دلوقتي عايز اعمل نحت عادي ولا عايز اعمل نحت رباعي الابعاد، عايز احقن دهون بعد العمليه ولا لا؟ فمش كل الاجهزه تنفع. لو عايز اعمل نحت احقن دهون في اجهزه معينه تنفع، في اجهزه ما تنفعش. لو عايز اعمل نحت رباعي الابعاد في اجهزه افضل من اجهزه. لو انا مثلا عايز اشد الجلد بعد العمليه بتاعه نحت الجسم، او عايز اشد الجلد بعد عمليه شفط دهون، برضه في اجهزه بتبقى مختلفه عن اجهزه. هي عامه التقنيات اللي احنا بنتكلم عليها، في كذا تقنيه زي الووتر جيت لايبوسكشن، الالترا ساوند اسيست لايبوسكشن، ودي برضه بيدخل جواها الفيزر، الليزر لايبوسكشن، او الجي بلازما اللي بيساعد. طب انا هقطع كلامك بس لان انا شايفه ان الموضوع كبير قوي داخل كوين، مش عايزين نزود يعني. لا مش بالعكس، انا عايزه اداء، يعني انا عايزه افسر. واضح ان في شغل قوي داخل مراكز كوينز طبعًا يعني طبعًا. طيب انا طبعا ممكن اكون مشاهده عاديه مش على خبره بصراحه، فحضرتك قلت حاجات كتير قوي انا مش فاهماها، ولكن لو انا فهمتها انا ممكن اكون اللي انا بدور عليه عندك وانا مش عارفه، صح كده؟ طب لو هنتكلم عن الجيت بلازما، الجيت بلازما دي انا جيلك يا دكتور ابقى عايزه ايه وانا مش عارفه؟ جهاز الجي بلازما من افضل الاجهزه اللي بتشد الجلد بعد العمليه. حلو قوي. يعني مثلا الناس اللي الكواليتي بتاعه الجلد بتاعها ضعيفة شوية، أو في مثلا ستريتش ماركس كتير، أو الجلد مش متوقع إن هو ما يحصلوش شد بطريقة كاملة بعد العملية، لا، الجهاز الجي بلازما بيبقى جهاز نون انفيزيف وكويس جدا إن هو يساعد في إن هو يشد جلد من، يعني الفكرة مش إن أنا أشد جلد بس، يعني ده مش أساسي، مش عملية أساسية، ده بعد مثلا ما أعمل نحت رباعي أو أعمل شفط بيساعد إن هو بيشد. ما هو طبعا الأجهزة دي كلها بتساعدنا في العملية عامة، يعني بتدينا الأكسسوارز بتاعها والكلام ده كله. إحنا بنتكلم الجهاز ده بيتميز بإيه؟ حلو قوي. زي مثلا نقول جهاز الفيزر بيتميز بايه، الووتر جيت لايبوسكشن بيتميز بايه. اللي احنا بنتكلم فيه يعني الووتر جيت لايبوسكشن مثلا بيتميز ان الريكفري بتاعه سريع، وان هو ما بيعملش ما بيخليش الحاله بعد العمليه متالمه قوي او تعبانه قوي مثلا. طيب حرك بسرعه لو حد مثلا جاي من دوله ثانيه او عنده شغل هنا، طيب مش هياخد كام يوم يعني. ومن افضل الحاجات برضو اللي انا اقدر اشفط فيها الدهون واقدر احقنها تاني، لان ما بيضرش الدهون خالص. مثلا جهاز الفيزر بيساعد ان يوسع الخلايا الدهنيه، فاقدر اقلل الوقت الريكفري. يعني فيزر 1 مثلا بيدوب الدهون فاقدر اشفطها بسرعه. حلو. الفيزر 2 بيساعد ان هو يوسع الخلايا الدهنيه عن بعضها فاقدر اشفطها بطريقه اسرع وافضل. حلو قوي. الجهاز الليزر مثلا بيدوب الدهون وبيساعد على شد الجلد، نفس الكلام برضو جهاز الجي بلازما، الجي بلازما بيشد الجلد. يعني تقصد حضرتك ان في عمليه بتحافظ على الدهون عشان احقن بعدها، مظبوط، وعمليه اللي هو لو انا جايه لا انا عايزه اشفط بس مش عايزه ازود في مكان تاني، مظبوط، خلاص كده مثلا يعني مش مثلا مهم. ما ينفعش انا عايز احقن دهون اروح جاي مثلا مستخدم جهاز الليزر. حلو قوي الكلام ده. الليزر ليبوسكشن داوب لي كل الدهون اللي موجوده. طب انا داوبت الدهون وشفطتها، هذه خلايا غير حيه، يبقى انا لو حقنتها تاني يبقى انا بحقن كميه وهتدوب مع الوقت وخلاص كاني ما حقنتش. هنا بقى الامانه طبعا، هي الفكره في كده. طيب كوني ان انا احقن دهون في مكان تاني بيبقى في نفس الجلسه، وده بيزود يعني بصراحه يعني بيزود مصاريف. كلنا بنسعى دلوقتي ان انت عارف طبعا الحاله الاقتصاديه، وكله بيبقى نفسه يبقى شكله حلو وجسمه حلو بس الامكانيات يا دوبك. هي الفكرة فالدنيا ايه بقى دلوقتي؟ على حسب برضو انا هحقن دهون كتيرة او هي جاية عشان عايزة تحقن دهون في منطقة معينة او كده. يعني مثلا ممكن يبقى التارج بتاعي ان انا عايز احقن دهون في مناطق عشان املى المناطق زي مناطق الثديين زي منطقة المؤخرة. حلو. طبعا دي بتبقى التارج بتاعي ان انا عايز اشفط كمية كبيرة من الدهون. فبالتالي ان انا هشفط كمية كبيرة من الدهون وعايز احقن الدهون، فالعملية دي بتبقى ليها سعر معين. انما لو انا مثلا عايز اشفط دهون واعمل 4D لايبوسكالبشر وانحت الجسم وفي نفس الوقت هاخد الدهون واعمل لها حقن، دي بتبقى عمليتين في بعض. أوكي. وبالتالي انا باخد وقت اطول، وبالتالي باخد مستهلكات اكتر، فبالتالي السعر بيزيد، بس هو مش بيزيد بالطريقه اللي الناس متخيلها، يعني انا هعمل عمليتين يقوم السعر يبقى عمليتين بالضبط. لا طبعا بصراحه كده. وبصراحه مراكز كوينز يعني معانا صوره هنعلق عليها، بس خليني اقول مراكز كوينز برضو مميزه في موضوع الاسعار ده شويه، يعني هي مش قويه قوي للناس حتى يعني لا خالص. في ناس كده اول ما بتسمع اسعار غريبه اللي هو بيجيله سد النفس وبيرجع في كلامه. احنا بنحاول نعمل البالانس بتاع اللي هو الامانه والدقه والنتائج كويسه والاسعار اللي هي بتبقى متناول معظم المشاهدين. طب لو هنتكلم عن الصوره دي يا دكتور، الصوره دي اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الاجهزه بتساعدنا نعمل ايه. اوكي. هي دي النتيجه بتاعتها، الاجهزه اللي احنا قلنا عليها او الطرق اللي احنا قلنا عليها دي كلها بتخلينا نقدر نعمل اللي هو النحت
الجسم رباعي الابعاد او الفور دي لايبوسكالبشر. ايه بقى رباعي الابعاد؟ رباعي يعني الابعاد دي كلمه انا احب اشرح. انا بحب كده برضو. في اي حلقه انا بطلع فيها او اي كلام انا بقوله لاي حد او حاله من الحالات انا لازم اشرح رباعي الابعاد يعني. ماشي. لان الناس فاكره يعني فاهمه الكلمه بس هي كلمه ليها معنى ومنها مدلول. رباعي الابعاد يعني زمان لما كنا بنشفط كنا بنشفط الطول والعرض، انا بشفط البطن بشفط الجانبين وبس. حلو. لا دلوقتي انا بستخدم الطول بقى يعني بشفط الطول والعرض وبهتم بالارتفاع وبهتم بالعمق. هو ده ناحيه الجسم، الطول والعرض والارتفاع والعمق. يعني طب ايه؟ وضح اكتر. هوضح يعني ايه؟ يعني دلوقتي شفطت الجسم، طيب انا عايز اعمل نحت للعضلات، ففي حتت انا هنحتها بزياده او هشفطها بزياده وفي حتت انا هسيبها. مش معنى الكونسبت القديم اللي انا عايز اشفط الدهون وخلاص ما بقاش موجود. يعني قصدي حضرتك اللي هو الاول الشفط بالنحت كده وخلاص، لكن دلوقتي اللي هو لو في مكان المفروض يكون اقل ممكن اظهر أكتر مكان ممكن يبرز اكتر يعني عظم معين صح كده؟ مظبوط. ممكن يعني مثلا العظمتين بتوع الاليكريس، العظمتين دول ممكن نظهرهم. عايزين نظهر الشكل الانثوي اللي هو الرياضي للانثى، بس مش ان احنا نعمل سيكس باكس زي الرجال. ممكن اعمل سيكس باكس للرجاله في يعني في مناطق انا بشفطها بزياده وفي مناطق انا بشفطها اقل من اللي انا عايزه. انما لو انا مثلا بعمل شفط عادي بشفط كل حاجه وكلها نفس الليفل وخلص الوضع على كده طبعا. انما لا انا دلوقتي يعني اهتميت بالطول والعرض واهتميت بارتفاع الـ يعني الحاجات الشكل اللي انا عايز ارسمه. منحنيات معينه إيه والمنحنيات مظبوط. ارتفاع عامل ازاي؟ محدش بيجيبها بالجيم دي صح؟ يعني انا اعرف ناس رايحه جايه كل يوم الجيم هي الفكره كل جسمهم زي الفل بس منطقه البطن اللي دي وراسه بيجيب. حتى الابطال الرياضيين يعني الابطال الرياضيين لما يجي مثلا عايز يعمل سيكس باكس والعضلات ويركز بيجي قبل البطوله فتله ولازم بيركز عليها يعني. حتى في ان بتوين البطولات والحاجات اللي زي كده ما بيعرفش يحافظ على موضوع السيكس باكس. هو موضوع صعب ومرهق ومحتاج كونستانت كير يعني انا لازم اكون بلعب رياضه بطريقه منتظمه فتره طويله جدا ما بطلش خالص. هي دي الصعوبه في كده. حلو قوي. في مؤتمرات طبعا دكاتره مراكز كوينز بيحضروها بينقلوا لنا كل حاجه بره مصر وكل جديد. ايه اخر مؤتمر حضرتك يعني نقلت لنا منه ايه او كان بيتكلم عن ايه او هو كان فين؟ عامه المؤتمرات هي مؤتمرات بتبقى كتيره في امريكا في فرنسا الامكاس، وفي مؤتمرات بتهتم بالجزء الغير جراحي من تجميل زي البوتوكس زي الفيلر زي الخيوط والحاجات اللي زي كده. في مؤتمرات بتهتم بالجزء الجراحي وفي مؤتمرات بتهتم بالاثنين. حلو. بالنسبه للمؤتمرات هي بتفيدنا في ان احنا يعني بنطور الجزء الاجراءات يعني ممكن نطور مثلا العمليات نفسها زي مثلا احدى التقنيات كتقنيه النانو فات. النانو فات دي اللي هي تقنيه احدى تقنيات حقن الدهون، بس ان انا بقدر استخلص الخلايا الجذعيه من الخلايا الدهنيه واقدر احقنها في الوجه او اقدر احقنها في المنطقه اللي انا عايز استخدمها او اللي انا عايز احسن فيها. النانو فات. انت جاي لنا بكل شيء جديد. النانو يعني فات يعني ده معناه ضجه في انا سمعت كده فعلا، بس ده معناه ان انا مش بروح للدكتور اقول انا عايز احقن هنا او هنا، لا هو بيشوف ابعاد وشي صح كده او على جهاز معين. مش عليه. احنا لما كنا بنحقن دهون زمان بنحقن لازم نعمل فوليوم وبالتالي بستفيد. طب افرض يعني انا مش عايز فوليوم، انا وشي كويس بس عايز احافظ او عايز اعمل نضاره صح. طب انا لازم اعمل الشفط الدهون او احقن الدهون قصدي وبعد كده اروح مكبر الوجه لا خالص. انا ممكن استخدم النانو فات واستخدمه زي يعني بيبقى كميات قليله وفي نفس الوقت بيتعمل في العياده عادي بيتحقن، بس طبعا بعد ما بشفط الدهون وبعمل لها فلتريشن بطريقه معينه. اوكي. فبيساعد ان الخلايا الجذعيه دي بتساعد ان هي تعمل نضاره وتشد الوجه وتقلل التصبغات وبتعمل كل يعني جميع النتائج اللي احنا عايزين نوصل لها بتعملها الخلايا الجذعيه. انا بسمع ان النتائج كمان في النحت والحقن الجسم عندكم انها بتبقى طبيعي قوي، يعني مفيش حاجه باينه. انا ساعات بشوف ناس تبقى باينه جدا ان هي عامله يعني ملفته الطريقه ان انا حتى لو مش هو عجب بالشكل ده لان انا اي حاجه عارفه ان هي مش طبيعيه حتى لو حلوه. مزبوط. انا نفسيا كده هقول لا مش حلوه. لكن انتوا بتحافظوا على النقطه دي. ده بيرجع لايه؟ ان انت يا دكتور يعني لو حد جالك قالك انا عايز اكبر المنطقه دي قوي فانت لا بترفض، ولا انت بتشوف بالطريقه العلميه اصح ما بتمشيش ورا المريض اللي بيجي لك؟ يعني ايه الاصح؟ ليها يعني كل اللي حضرتك قلتيه تقريبا مره واحده. يعني أوكي. ايه؟ يعني بتعتمد على الخبره بتاعه الشغل بتاعنا. بتعتمد على ان الحاله دي هل هينفع معاها اللي هي عايزاه ولا لا.
هل جسمها يعني غير ان هي عايزة كذا، هل جسمها هيقدر يتقبل ولا لا؟ صح. ممكن ينفع بس جسمها مش هيتقبل، يعني جسمها هيبقى شكله غريب. نفس الكلام الشكل، احنا لما بنيجي ننحت يعني عايز اقول لحضرتك مثلا شكل الوسط واحنا بنعمله ليه 4 أو 5 أشكال ممكن تتعمل، 4 أو 5 أشكال نحت وسط بس، يعني هو مش هو الناس فاكره ان انا بخش بنحت اخلي الجلد على العضلات ومع السلامه، لا يا فندم خالص. ايه طيب؟ لا ممكن مثلا اعمل اللي هي الزاويه الحاده، ان هو اخلي الوسط زي المثلث مثلا، او أوكي. ممكن احنا نخليه نازل لعد الخصر مثلا ونروح عاملين الرسمه على طول. فعلا صح. ممكن نخليه سموث، اللي هي واحد مثلا مش عايزه تخلي الموضوع اوفر مثلا، او مش عايزه حاجه ممكن نخليه مش عايزه ملفت، نقوم احنا نخليه سموث كانه هو نازل طبيعي ما فيش اي مشكله خالص. فعلى برضو حسب الحاله وحسب، في ناس بتحب ان بالنسبه لها مثلا انا عايزاه صغير خالص الوسط، خلاص ماشي مفيش مشكله، هل دي هتليق معاكي، هل دي هتبقى كويسه؟ انت بتقول لها بقى الصراحه يعني طبعًا. مش بتعمل اللي هي جايه تقوله يعني صح كده؟ اكيد طبعا. هي بتيجي عايزه حاجه معينه بحاول بقدر الامكان انفذ لها اللي هي عايزاه، بس في قدر العلم برضو. مظبوط مظبوط. طيب خليني بقى نتكلم في نقطه مهمه قوي وهي موضوع الاسعار. تمام. تفاوت الاسعار ده بيرجع لايه؟ ان انا ارفع تليفون كده على مركز الاقي سعر كده يخض، ومركز تاني الاقي سعر تحت في الارض خالص، ما هو ده يخوف برضو. ولكن انتوا بقى يعني ظابطين الموضوع ده او معادله انتوا حافظين عليها، ده ايه يا دكتور؟ بيرجع لايه بصراحه؟ بالنسبه للاسعار يعني في متغيرات كتير جدا بالنسبه للاسعار. يعني مثلا بالنسبه للمستشفى، هل اقامه المستشفى، هل هنقعد هنخرج في نفس اليوم، هل هنخرج بالليل، هل هنخرج بعد ساعه، هل هنخرج تاني يوم. بالنسبه للبنج، هل هو بنج موضعي، هل هو بنج نصفي، هل هو بنج كلي. بالنسبه للبروسيدر نفسه، هل هو شفط دهون، هل هو نحت الجسم، هل هو شد الترهلات. بالنسبه لي يعني كل حاجه بتحتاج لها، يعني شوف حضرتك انا قلت مثلا 7 أو 8 متغيرات. طبعا. ده الحاله واحده يا فندم. فهو الموضوع يعني موضوع اختلاف الاسعار ده وارد، بس نحاول بقدر الامكان، احنا عندنا في مراكز كوينز بنحاول مستطاع. بقدر الامكان ان احنا نخلي الموضوع بقدر اللي هو يعني الناس اللي هي المشاهدين والناس اللي جايه تعمل العمليات دي ما يكونش اوفر قوي، وفي نفس الوقت بيكونش نازل قوي، علشان برضو نحافظ على المستهلكات يعني على الاقل. طبعا صح. لازم يبقى في كواليتي معينه احنا لا نستطيع ان احنا نتنازل عنها. فعشان نوصل للكواليتي دي انا محتاج اجهزه معينه زي اجهزه الليزر او زي اجهزه الجي بلازما او اجهزه الووتر جيت لايبوسكشن، ومحتاج ان انا استخدم برضو مستشفيات على قدر عالي من الاحترافيه، او مستشفيات بنعمل فيها عمليات تجميل ومتعوده الناس اللي هي فيها ان هي تتعامل مع جراحين التجميل ومع عمليات التجميل، فكل الكلام ده بيفرق. تخدير بنج بعد العمليه ده كله طبعا. مزبوط. اسعار، ولكن انا بحييكم ان انتوا التميز بتاعكم ما خلاش اسعاركم على حسب السمعه، لان انا مثلا في دكاتره مع كل احترامي لكل الناس طبعا بيبقى السمعه بيزود بيها فلوس، يعني انا عشان شاطر قوي فانا هروح احط زياده مثلا 30-40 ألف على العمليه او 20 ألف على العمليه زياده، لكن انتوا ما استغلتوش النجاح بتاعكم في الموضوع ده، صح كده؟ اكيد. يعني احنا بالنسبه لنا عايزين نوصل ل قاعدة عريضة من الناس، بحيث ان احنا يعني برضو حتة ايه بنأدي رسالة ان احنا نساعد ان الخدمات بتاعتنا توصل لمعظم الناس اللي هي عايزة تحقق حلم معين، عايزة تساعد، لان احنا العمليات التجميل الناس فاكراها ان هي للتجميل. لا، احنا بنساعد ان تحسن الكواليتي بتاعه الحياه، يعني كواليتي اوف لايف بتاعه الناس بتتحسن. يعني حد عنده تسدي ومش عارف يعمل يلبس، مش عارف يخرج، مش عارف يروح البحر، مش عارف يعمل اي حاجه. طب احنا لو الامور حسيناها ووصلنا لحل وسط مثلا بالنسبه للاسعار، وفي نفس الوقت عمل العمليه، تخيلي بقى تغيير الحياه التام اللي هيوصل له. صح. وكله بيقول لكله، يعني ده برضو تميز ليكم انتوا. يعني انا لما اعمل عمليه ناجحه وشايفه ان السعر مظبوط وكويس وحلو وكل تقنيات حديثه، فانا اكيد هقول لغيري. عاملين نجاح كبير جدا وانا بشكركم عليه، وبشكر وجودك معانا يا دكتور، منورنا دايما، وان شاء الله هنتكلم في حاجات كتير في سلسله فقرات مع الطبيب. انا بشكرك جدا، نورتنا. نشكر دكتور محمد مدني استشاري طب وجراحه التجميل بمراكز كوينز وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وانا كمان بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله.